من فترة كبيرة حطيت بوست على الفيسبوك وكنت طالب فيه من الناس اللي بتتابعني ايه هو المحتوى اللي انت حابب تشوفني فيه الفترة اللي جاية. فشفنا في تعليقات كتيرة جدا من التعليقات اللي انا شفتها قصص الانبياء او قصص التابعين او قصص الصحابة. ونزولا على رأي الناس دول ان شاء الله هنبدأ في قصص الانبياء من بداية الخلق لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بينا بسرعة نبدأ في اولى الحلقات. في البداية قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يخلق الإنسان خلق قبليه حاجات كتيرة جدا، ومن ضمن الحاجات دي أول حاجة اتخلقت كانت الماء. ومذكور في تفسير السعدي بأسانيد متعددة إن الله لم يخلق شيئا قبل الماء، وإن الماء خلق قبل العرش. لما تعرف المعلومة دي هتفهم وتحس الآية اللي بتقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء الأول وبعد كده كل حاجة هتيجي. ومن بعد المية اتخلق العرش على المية. الله عز وجل قال في سورة هود وكان عرشه على الماء، بمعنى ان خلق العرش كان على الماء، فما ينفعش يكون عليه غير لو اتخلقت المية قبليه او على الاقل مع المية. كان الله ولم يكن شيئا قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وفي رواية تانية بتقول ثم كان عرشه على الماء. هنيجي بقى للخلق اللي بعد كده، خلق القلم. في النقطة دي في واحد ممكن يقولك ان في حديث بيقول ان اول ما خلق الله القلم، والحديث ده في الواقع ما بيتعارضش نهائيا في حقيقة ان الماء والعرش اول حاجة اتخلقوا. وبالتوفيق بين الحديثين دي هيظهر لنا في التفسير ان اولوية خلق القلم كانت في بداية المخلوقات بس بعد العرش والماء، او باستثناء العرش والماء. والكلام ده هتلاقيه منطقي فعلا، لان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق القلم امره انه يكتب كل شيء من بداية الخلق حتى قيام الساعة. فمن الطبيعي مدام هو كتب كل شيء يبقى هو اتخلق قبل كل شيء باستثناء العرش والماء. وبعدها ب50,000 سنة ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، ودي اتخلقت 7 سماوات، ودي اتخلقت 7 أراضين في 6 أيام. الأرض اتخلقت الأول وبعدها السماوات، وعلشان نكون على وجه الدقة الأرض اتخلقت في يومين وتقدر أقواتها في يومين، كده بقوا 4 أيام. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى استوى إلى السماء وهي لسه دخان فخلقها. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بس هتلاقي آية تانية بتقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وبعدها بأيتين والأرض بعد ذلك دحاها. بعد ذلك إزاي بقى؟ مش إحنا قلنا في الأول إن الأرض اتخلقت وبعد كده السماء؟ ايوة، ما هو اللي حصل الاول ان الارض اتخلقت بس ما كانتش مدحوة، والدحو عند العرب يعني البسط. في النقطة دي ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الارض وبعد كده خلق السماء رجع للارض تاني وبسطها واخرج منها الانهار. رغم ان ربنا سبحانه وتعالى كان قادر انه يخلق السماوات والارض في لحظة واحدة بس بكن فيكون، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلقها في 6 أيام علشان يبلغ لنا رسالة ان ضرورة التأني في العمل، ومش مهم جدا الاستعجال، اهم حاجة الاتقان. هنيجي للخلق اللي بعد كده، خلق الجن. والجن اتخلقوا قبل الانس ب2,000 سنة. الجن زيهم زينا بالظبط، ربنا سبحانه وتعالى خلقهم للعبادة. واغلب الظن انهم في السنين اللي عاشوا فيها قبل ادم بوظوا الدنيا خالص وافسدوا في الارض، وده كان سر استعجاب الملائكة وسؤالهم لربنا سبحانه وتعالى لما بلغهم ان هو هيخلق ادم. فقالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،
الملائكة هنا كانت متوقعة ان الانسان اللي ربنا هيخلقه ده هيفسد في الارض ويدمر فيها زي ما الجن اللي قبل كده عملوا، وده كان السبب الاول. والسبب الثاني انهم خافوا ان هم يكونوا قصروا في عبادة ربنا سبحانه وتعالى، ويكون خلق الانسان ده بسبب تقصيرهم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنيجي بقى لاول خلق الانسان، خلق ابونا ادم. في البداية ربنا سبحانه وتعالى اختار انه يخلق سيدنا ادم على قدمين مش اربعة اقدام ولا جعله من الزواحف، علشان يعرفك انه خلقك مرفوع الراس، واوعى تذل نفسك لاي حد غير اللي خلقك، وعلشان يخلي ايدك حرة الحركة علشان تستعملها في الابداع والابتكار والتعمير. يجي بقى النقطة هنا، هو ليه سيدنا ادم اتسمى ادم اصلا؟ اسم ابونا ادم جاي من قديم الارض، يعني تراب الارض، لان ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ في خلق ادم قبض قبضة من كل تراب الارض الموجود بجميع الوانه، ابيض واسود واحمر وبني باختلاف درجاته، ومن هنا جه اختلاف الوان البشر واختلاف طبعهم كمان، فمنهم السهل ومنهم الصعب ومنهم الخبيث ومنهم الطيب الى اخره. اتخلق سيدنا ادم على 7 مراحل، تحس في كل مرحلة ان ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا رسالة. اول مرحلة قبضة من تراب الارض باختلاف الوانه، عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انت انسان ضعيف، انت ماشي على نفس المادة اللي انت اتخلقت منها، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي كرمك ورفع شأنك، فما ترجعش تعصيه وتنسى اصلا. المرحلة الثانية مزج ربنا سبحانه وتعالى بين التراب والمية فاصبح الطين. ولو نلاحظ ان التراب والمية هم ادوات الطهارة في الاسلام، ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لك انت مخلوق من طهر، ما تنجس نفسك بالمعاصي والكبائر. ده غير ان الطين عكس النار، الطين اصله خير والنار كلها شر، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان من طين وخلق الجن من نار. المرحلة اللي بعد كده طين لازب، ساب الطين شوية لغاية ما مسك نفسه. المرحلة اللي بعد كده اتساب الطين لازب شوية اكتر وبقى شكل الصلصال. اتساب الصلصال فترة اكتر ودخلت عليه عوامل تانية وسود شبه الرماد وبقى اسمه الحمأ المسلوق. زي ما تكون الشوائب دي هي الشهوات والغرائز السيئة اللي في بني آدم. هو ممكن يكون فعلا تشبيه، بس الأكيد المغزى منه. ربنا سبحانه وتعالى عايز يقولك ان الأصل فيك خير، علشان انت مخلوق من طين، والغرائز دي ما هي إلا شوية شوائب مش أكتر. المرحلة اللي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى شكل الصلصال ده زي ما احنا بنشكل الفخار، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى نفخ في الصلصال ده من روحه، فبقى الإنسان المخلوق الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه بالنفخ فيه من روحه. حتى الملائكة ذات نفسها ما تكرمتش التكريم ده، ولأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من حاجتين عكس بعض تماما، الروح والطين. فمن هنا هنلاحظ ان كل حاجة من الحاجتين دول بتسعى دايما لأصلها، الروح أصلها إلى السماء والطين أصله إلى الأرض. فلما الإنسان بيموت روحه بتطلع إلى السماء وجسده بيتدفن في الأرض. الروح غذائها روحاني، ما بترتاحش غير بالصلاة والعبادة والذكر وإشباع الحاجات المعنوية، والجسد اللي كان طين غذائه من الأرض ما بيشبعش غير بالأكل والشرب وإشباع الشهوات الدنيوية. الروح أغلى من الجسد بمراحل، علشان كده جسدك دايما معاك والروح بتسيبك كل يوم وترجع للي خلقها. نقدر نقول كده روحك باليومية، وبتتاخد منك كل يوم أول لما تنام. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولأن الشيطان عارف كده، فتلاقيه بيحببك قوي في المعصية بالليل، علشان تنام على معصية وجايز ما تصحاش منها، فتبعث يوم القيامة على معصيتك. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصينا كل يوم إن احنا نام على وضوء علشان نبعث عليه. استنوا الجزء الثاني من القصة الحلقة اللي جاية ان شاء الله. انا خلاص خلصت، السلام عليكم.